شاب وسيم وعلى قدر عالي من التعليم، نجم مشهور كل البنات بتحبه، ومش بس البنات، ده الأطفال والشباب كمان، خصوصا إنه كان سوبرمان. إحنا بنتكلم عن الممثل الأمريكي الراحل كريستوفر ريف، واللي اشتهر بدور البطل الخارق في السبعينات، لكن حياته اتبدلت تماما بعد ما كان عايشها بالطول والعرض. ريف من مواليد 27 سبتمبر سنة 1952 في مدينة نيويورك. كان شاب وسيم وطويل وعريض، بالبلدي كده يعني اتولد عشان يكون نجم سيما. كمان كان على قدر كبير جدا من الثقافة، خصوصا انه درس الفنون الجميلة في جامعة كورنيل. كل ده خلى طريقه الهوليود مفروش بالورود، وتألق في شخصية الرجل الخارق سوبرمان. طبعا كريستوفر ريف كان معشوق السيدات، لكن قلبه اختار النجمة دانا ريف، وكان ده من أفضل قرارات حياته، لأنه اختار فعلا بنت الأصول. دانا كانت بتحب الفروسية، وعلشان كريستوفر يرضيها اتعلم هو كمان اللعبة، وكمان أتقنها، وبدأ يشارك في المسابقات. لكن في يوم 27 مايو سنة 1995، وأثناء مشاركته في واحدة من المسابقات، رفض حصانه إسترن إكسبرس القفز من فوق الحاجز، ورمى كريستوفر على الأرض. في اللحظة دي انهارت كل حاجة في حياة سوبرمان، لأنه أصيب بشلل في ظهره، وما كانش قادر يتنفس من غير مساعدة، لدرجة أنه كان عايز ينهي حياته، لكن زوجته قدرت تقنعه بالتراجع عن الفكرة دي، وبدأوا مع بعض فصل جديد في حياتهم. اتحولت دانا ريف من ممثلة ومغنية لممرضة وربة منزل، كل حياتها بتتمحور حوالين رعاية زوجها. كريستوفر ودانا حاولوا تغيير نهج حياتهم، ونفذوا حملات خيرية لمساعدة ذوي الإعاقة، وأقاموا مركز أبحاث معروف دلوقتي باسم مركز كريستوفر ودانا ريف لأبحاث الإعاقة. ورغم أن سوبرمان كان عنده أمل كبير أنه هو يقدر يمشي تاني، وكان بيصرف حوالي 400,000 دولار سنويا على علاجه، لكن بعد 9 سنين من الحادثة رحل النجم السينمائي عن عالمنا بعد إصابته بأزمة قلبية. المؤلم أكتر إن زوجته وحبيبته دانا أعلنت إصابتها بالسرطان بعد وفاته بسنة واحدة، وتوفت هي كمان بعدها بسنة تانية، وكأنها ما قدرتش تعيش من غير حب عمرها.